هي واحدة من أشهر مذيعات التلفزيون السوري، عرفها السوريون بسبب أخطائها الفادحة، لقبوها بالملازم ذنون، وتعد من أشد الداعمين للرئيس بشار الأسد. فمن هي رانيا ذنون وما قصتها؟ بدأت رانيا ذنون والمنحدرة من دير الزور حياتها المهنية بالعمل في المجال الإعلامي من خلال القنوات الموالية للنظام السوري. كانت البداية في قناة الإخبارية السورية كمذيعة أخبار ومراسلة حربية، وفي قنوات الدنيا وسما ولنا. وانتقلت ذنون بعد ذلك إلى العديد من الدول كتونس ومصر ولبنان وفرنسا، لكن نجمها سطع بعد اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، حيث انتقلت المذيعة السورية للعمل في برامج التحليل السياسي والحوارات الجادة، وظهرت في أكثر من مرة إلى جانب قوات النظام السوري في العديد من المناسبات، كما أن النظام السوري أوفدها أكثر من مرة إلى جنيف لمتابعة المفاوضات بين نظام بشار الأسد والمعارضة السورية. وتعد ذنون من المدافعين عن النظام السوري في اشتباكاته مع المعارضة، كما أنها كانت حاضرة لعمليات تهجير السوريين والحملات العسكرية للنظام، وذلك لأنها على صلة وثيقة بأركان النظام السوري. وعلى الرغم من خبرتها الطويلة في العمل الإعلامي، إلا أنها وقعت في هفوات غير مهنية جعلتها محط سخرية، حيث إنه في بداية العام 2017 قالت ذنون خلال عرض تقديمي عما يجري في منطقة وادي برد، وتحديدا حول منطقة عين الفيجة، قالت إنها تبعد عن دمشق حوالي 15 كيلو مترا مربعا، وذلك على اعتبار أن المسافة بين المدن تقاس بوحدة قياس المساحة، كما أنها أشارت إلى أن عين الفيجة تتبع إداريا لمحافظة الزبداني، على الرغم أنها مدينة وليست محافظة. قوبلت تلك الأخطاء بسخرية واسعة من السوريين، كما علقت إحدى الصفحات الموالية للنظام حينها قائلة: إن المذيعة التي يتم إيفادها إلى مفاوضات جنيف أكثر من مرة، وقد يوفدها الأسد مرة أخرى إلى مؤتمر الأستانة الذي سيجمع بين نظامه وبعض الفصائل السورية المعارضة، لا تستغربوا أن تذهب الأستانة وتقول إن سوريا ليست دولة أيضا. وتعرضت ذنون لانتقادات واسعة عندما أعلنت عن انتظارها الأوراق الرسمية للعمل كمراسلة صحفية لدى قناة فرانس 24 العربية بعد رحلة طويلة من العمل في القنوات التابعة للنظام السوري، حيث انهالت الانتقادات على القناة الفرنسية وذنون لتنفي القناة لاحقا توظيفها، وتقوم ذنون بحذف الصورة من حسابها.